لك انت مجنونه ما فيك يا عقل، لك مجنونه. شو جابك هلا؟ شو جابك هلا؟ شو عندك وحده بالبيت؟ لك بالحكي بلا طعمه، هي مرتي رجعت على البيت ونايمه فوق. لك انا بحبك، ليش عم تعمل فيني هيك؟ ليش ما بترد علي؟ لك ببوس ايدك هلا روحي بوقته هالحكي، لا تخربي لي بيتي كمان مره. خلاص بكره بنحكي، بكره بنتناقش يا اختي. امشي هلا. هلا بتقلي بكره بنحكي وبعدين بتبطل ترد علي؟ بعرضي لرد عليكي وحياة اختي لرد عليكي، بس روحي هلا كرمال الله اللي فيني مكفيني، انا مالي ناقصه هيك. رح روح بس بكره اذا ما رديت علي رح تندم، سمعت؟ رح تندم. خلاص برد برد والله العظيم لرد. روح نام جبرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي شو فيها هيك؟ شو في؟ وولاد بالبناية عم يتغلظوا ويدقوا على البواب ويهربوا. طلعت شوف شو القصة. قطع عندهم نططوني بأربعتي بنصاص الليالي. بونجور. بونجور. ليش عذبتي حالك وحضرتي الفطور؟ كنت انا حضرته. لا بسيطة بس، وين حاطت ظروفة الشاي؟ ما عم لاقيهم. ليكم بالخزانة وراكي. طيب جيبهم. ساوي الشاي انت. ايه ايه حاضر حاضر. حقك علي، انت جيتي على البيت على غفله، لو عرفان انك بدك تجي كنت جبت شركه تنظيف تنظف البيت كله فوقاني تحتاني. معلش بسيطه. على كل حال المره اللي قلت لك عنها هلا بعد شوي بتجي، مره كثير كويسه، اذا بدك منها اي شيء اطلبي فورا. والسائق مثل ما قلت لك ان شاء الله هلا بعد شوي كمان بيجي، بعته يستلم سياره من الوكاله، رجال كبير بالعمر مقدر واخلاقه مثل الذهب، اي شيء بدك اياه اطلبي منه. هلا بعتوا على الوكالة يستلم السيارة وبيرجع بيكون بالباركينج عم يستنى تعليماتك. رح اكتب لك اسمه ورقمه على ورقة والزقها على باب البراد. بدي لوح مثل اللي عند بيت اهلي مشان اكتب عليه لانه عم بنسى. ايه تكرم عينك. هلا بس يجي ابو فؤاد اطلبي منه اللي بدك اياه. الحمد لله على سلامتك. تخيل البيت قديش كان بشع بلاكي. أنا بدونك حياتي جامدة مثل كيس الفول المفرز بالبراد، بس هلأ فك الجليد مع أنه نومة الكنباية برا بتبرد.